قول أو كتابة هذه البضاعة لا ترد ولا تستبدل ينظر فيها من حيثيات: إن تم العقد بينهما ودفع الثمن وأراد أن يعود وهو ما زال في المحل فله أن يعود، لأنه في خيار المجلس، لأنه في خيار المجلس. وكلمة لا يباع لا يرد أو لا ترد ولا تستبدل مقصوده أنه متى ما خرج من المحل فلا يحق له، لكن بما أنه في المحل هنا له الحق. فإن كان التراجع بعدما خرج من المحل هنا يتم البيع وليس له الحق الرجوع. لما؟ لأنه أسقط حقه. فلماذا يقدم على سلعة يقول صاحبها لا ترد ولا تستبدل؟ فالبيع لزم، فأصبح البيع لازم، إلا إن وجد بها عيبا هنا له خيار العيب فيعود عليه ويقول هذه البضاعة بها عيب فلترد إلي نقودي، أو يأخذ قرش العيب مع بقاء السلعة. فقولها لا بأس بذلك لأنه اتفاق بينهما، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في السنن كما ثبت عنه: المسلمون على شروطه، فإن لم يجد بها عيبا فهو الذي رضي نفسه بهذه السلعة، إلا إن وجد مثل ما قلت عيبا، أو أنه عرف أنه باعه هذه السلعة بثمن زائد زيادة واضحة عن السوق. هنا يكون له خيار الغبن، قد لا يجد بها عيبا لكن يرى أن هذه السلعة عند الغير بأقل بكثير، هنا فله خيار الغبن فيعود ويقول هذه السلعة قيمتها 100 ريال وأنت بعتها علي 150، فيرد قيمته نقوده ويرد إليه السلعة.